السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشبلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 92 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. درسنا اليوم هو المثلثات تصنيف وإنشاء. Les triangles, classification et construction. إيش كتعني المثلثات؟ المثلثات هي أشكال هندسية. هي أشكال هندسية لها ثلاث أضلاع. يعني المثلث هو شكل هندسي له ثلاث أضلاع. بحال هادو اللي كتشوف، واحد جوج ثلاثة، ثلاثة ديال الأضلاع. إيش كتعني تصنيف؟ تصنيف المثلثات كتعني بأنها شنو النوع ديال داك المثلث. لأن المثلث كما كتعرفوا كاين فيه أربعة ديال الأنواع. النوع الأول قائم الزاوية، كيكون عنده زاوية قائمة. النوع الثاني بحال هذا، قائم الزاوية بحال هذا. النوع الثاني كيكون متساوي الساقين، كيكون عنده جوج رجلين قد قد، هذا رجيلة وهذا رجيلة قد قد. النوع الثالث كيكون متساوي الأضلاع، جميع الأضلاع قد قد، هذه قد هذه قد هذه، هذه قد هذه قد هذه، واضح؟ النوع الآخر هو اللي ما عنده حتى شي حاجة اللي كتوحده، فهمت؟ ما الأضلاع ديالو ما هي متقايسة كاملة، ما عنده جوج متقايسين، ما عنده كيتسمى مثلث عادي، ما عنده زاوية قائمة، واضح؟ إذا نشوفوا التمرين الأول. قال قامت يطو، ونسينا ما هضرناش على الإنشاء. الإنشاء هو كيفاش هذا التصنيف، عرفناه أننا نعرفوا النوع ديال المثلث، والإنشاء يعني كيفاش نقدروا أننا نخدموا نصاوبوا مثلث قائم الزاوية، كيفاش نقدروا نصاوبوا مثلث متساوي الساقين، وكيفاش نديروا نقدروا نصاوبوا مثلث متساوي الأضلاع. كنخدموا الكوس يعني المثلث، كنخدموا البركار، وكنخدموا المسطرة. لاحظوا معايا من بعد غنشوفوا في هذا الدرس هذا كيفاش كنديروا نصاوبوا هاد المثلثات. هنا في السؤال الأول يقول قامت يطو، كيطو واحد بنية صاوبت مثلثات تالي، هاد المثلثات باستعمال الخشيبات. لاحظ هنا راهو نقدموا لكم الدرس بشكل جيد جدا. هنا باش يبين لك هاد الخضر هو القصيور، الحمار طوال منه، الزرق طوال منه، وهذا الاصفر اطول. هنا بغاو باش ما تدوخش انت تقول هذا ماشي كدا، هذا لا ماشي كدا. لاحظ هاد الواحد كامل استعملتهم بعدا. اذا هاد المثلث اش كيتسمى؟ مثلث متساوي الاضلاع. علاش؟ لان جميع الاضلاع قد قد، هادو كامل راهم قد قد. الثاني كامل تصاوبوا بالحمار، هذا بحال هذا في خاصيه جميع الاضلاع متقايسة. الثالث لاحظ معايا جوج أضلاع اللي متقايسة، مصاوبة بالزرق واحد مصاوب بالخضر يعني صغار منهم، فهمتوا؟ شفتوا الطريقة كيفاش تخدمت؟ هاد التمرين تخدم بطريقة جيدة جدا. أنا باينة بلا ما تقعد تستعمل الأدوات الهندسية وتشوف واش هذا قد هذا، واش هذا ماشي قد الآخر، فهمت؟ أربعة كتشوفهم مصابين بالخضر، صافي كتقول كلهم متقايسين، إذا هذا مثلث متساوي الأضلاع. كتجي هنا كتشوف كتلقى هنايا الحمار راه دير بوحدو، عنده طول بوحدو، الصفر عنده طول بوحدو، الزرق عنده طول. اذا جميع الاضلاع ماشي متقايسه، ولكن عنده هنا زاويه قائمه، اذا هذا قائم الزاويه، واضح؟ هنا متساوي الساقين، عنده جوج رجيدات قد قد، وهنا ماشي قدهم هادي، انكم كانت قدهم غنقولوا متساوي الاضلاع بحال هادو. هنا كل ضلع بوحدو ولكن ها هو قائم الزاويه في هذه البلايص بحالو بحال هاد الثمانيه. هنا متساوي الساقين، عنده عدد الرجيلات اللي متساويين، واضح؟ هنا قالك ألاحظ المثلثات وأكمل الجدول، نكمل هذا الجدول هذا بناء على الملاحظات اللي كنشوف. واحد، شوف معايا هذا واحد، له زاوية قائمة؟ لا، عنده الزاوية قائمة وحدة ما فيهم ما قائمة. له فقط ضلعان متقايسان؟ لا، جميع الأضلاع متقايس. أضلاع الثلاثة لها الطول نفسه متقايسة؟ نعم، هذا قد هذه قد هذه. اسم المثلث مثلث متساوي الأضلاع، سهلة جدا. نشوف جوج مثلث اثنان، لاحظ معايا راه بحالو بحال هذا في الخصائص. واش عنده شي زاوية قائمة؟ لا. واش له فقط ضلعان متقايسة؟ لا، علاش؟ لأن كلهم متقايسة. لا، جميع الأضلاع متقايسة، كلهم مخدومين بالحمر. نعم، جميع الأضلاع متقايسة. اش كيتسمى هذا؟ مثلث بحال اللي فوق منه متساوي الأضلاع. شتو؟ نشوفوا الثلاثة، ها الثلاثة، ها هو ثلاثة. قالت له زاوية قائمة؟ لا، ما عنده زاوية قائمة.
باش كتعرف واش عنده زوايا قائمه كتجيب شوف تجرب هذا واش كتلقاه ما عندوش زوايا قائمه. هنا هذه ماشي قائمه وهذه بطبيعه الحال تحتنيها راه باينه ماشي قائمه. اذا ما عندوش هنا قال لك له فقط ضلع متقايسا نعم عنده اي جوج اللي متقايسا نعم جميع اضلعوا الثلاثه لها نفس الطول لا هذه الخضراء كتقول لك لا انا ماشي قدهم اذا لا هذا اش كيتسمى عنده اي ضلعان متقايسا كيتسمى مثلث عنده جوج رجيلات متقايسين قد قد متساوي الساقين الساقين زي ما الرجلين كتطلع جوج رجيلات عنده قد قد هذا رجل وهذا رجل واضح. ندوزو المثلث رقم 4 هات هذا جميع الاضلاع ديالو متقايس اذا المثلث رقم 4 شنو نقولوا عليه له زاويه قائمه لا ناخذ شي لون اخر له زاويه قائمه لا له فقط ضلعان متقايسا لا عنده جميع الاضلاع متقايسه اضلاعه الثلاثه لها الطول نفسه نعم اش كيتسمى كيتسمى متساوي الاضلاع بلا ما نكتب مثلث راه باينه مثلث متساوي الاضلاع لان كلهم مثلثات بلا ما نبقى نعاود كل مره مثلث مثلث مثلث. واضح. نمر الى المثلث رقم 5 لاحظوا معايا مزيان مثلث رقم 5 هنا له زاويه قائمه 5 هذا ما عندوش لا له فقط ضلعان متقايسا نعم عنده هذا وهذا هذا ماشي كدهم اذا نعم الاضلاع ديالو كامله متقايسه لا عنده واحد ماشي قدهم واضح. اش كيتسمى هذا متساوي مثلث متساوي الساقين واضح. نمر الان المثلث رقم 6 المثلث رقم 6 فينا هو هذا عنده والزاويه قائمه نعم هما داروها لنا الراس هما عذبوناش كاع نعم عنده زاويه قائمه ولا بغيتو تتاكدوا نتوما كتجيب هكا كتجي هكا كدير بحال هكا يبان لك بان عنده زاويه قائمه شتي هذا وليس هذه زاويه قائمه ديال فين هي الزاويه قائمه هي هذه هي العلامه ديال ان كاينه تما زاويه قائمه نعم له فقط ضلعان متقايسان لا ما عندوش لا ضلعان لا ثلاثه اضلاع اضلاعه الثلاثه لها نفس الطول لا تا ضلع ما كيشبه شي ضلع هذا احمر خضر وهذا ازرق مثلث قائم الزاوية سميتو هما كداروها لنا النت مثلث قائم الزاوية. نمر الان لرقم 7 رقم 7 لاحظوا معايا شنو عندنا عندنا هنا واش عنده زاوية قائمة لا واش له فقط ضلع متقايسا نعم عنده غير جويجات اللي قد قد هذا وهذا صفر أضلعوا الثلاثة متقايسا لا اش كيتسمى إذا عنده غير جوج كيتسمى متساوي الساقين الساقين بقى لي الأخير هو 8 لاحظوا معايا 8 واش عنده زاوية قائمة شوفوا معايا هذه زاويه قائمه فهمت بغيتي تتاكد كتجي دير لها هكا وتشوف واش زاويه قائمه ولا لا نعم زاويه قائمه اذا نعم لاحظوا معايا نكتب لنا نعم له فقط ضلعان متقايسا ما عنده حتى ضلع كيقايس الاخر لا لا اضلاعو لها نفس الطول لا هذا اش كيتسمى مثلث واضح مثلث اذا التي هنا علاش دار مثلث ما دارش مثلث قائم الزاوية لان هنا كيقولوا لنا ماشي قائمة نتاكدوا حنا واش الزاوية قائمة ولا نزيدوا نتاكدوا نلاحظوا شتي لا لا ماشي قائم الزاوية شتو هاي الزرقية فين غادا ما غاداش مع الخط شتي ها الزرقية فين غادا وكان جاية هنا اذا فعلا ماشي قائم الزاوية وهنا عنديرو لا فهمت لا ماشي قائم الزاوية واللي كيكون ما عندوش كاع تاع حد الخاصيات كام كيتسمى مثلث عادي ما فيه حتى شي حاجة واضح. نمر الان السؤال رقم 2 السؤال رقم 2 شنو كيقول تبعوا معايا قال لك اكمل رسم المثلثات باستعمال مسطرة كما في المثال والون المثلث قائم الزاوية بالاحمر قال نكمل بعدا بالمسطرة اذا ما نزربش نكمل بعدا بالمسطرة عاد نفكر نجاوبهم نصاوب هادشي بمسطرة ونفكر نجاوبهم عاد نجي ونبدا نصاوب
غنطول حتى يتلاقاه. اذا هذا انا كملته، قال لي هذا ثاني نبقى نطولو حتى يتلاقى مع اخوته. هذا هو كملته، بقى لي هذا ثاني عامل. هو كمل هذا، خا نطولهم شويه ماشي مشكل، الاساس هو انهم يتلاقاو. واللي ما تلاقاليش في المره الاولى نعاودو، هذا بعدا هو ما تلاقاش نزيد نكمل. وهذا كما هو كما كتلاحظ هما صابوه هما، هذا اش كيعطيك النموذج كيفاش دير كتكمل. دابا عاد نفكر شنو طالبنا مني، عاد نسمع لهم شنو طالب. قال لك ولو المثلث قائم الزاويه الاحمر، نمشي نقلبهم. هذا ماشي قائم الزاويه، نشوف هذا نتاكد ماشي قائم الزاويه، حتى هنا ماشي قائم الزاويه، ها هو صافي هذا 100% يكون قائم الزاويه. شفتي بلاتي نتاكد هو هذا اللي قائم الزاويه، باش نلونو نلونوه بالاحمر ماشي احمر وانما قريب للاحمر. هلا وردي هذا اللون. اذا ها هو المثلث قائم الزاويه، وفين قائم؟ قائم هنا في هذه البلاصه هي. واضح. ثم شنو طالب منا اخر؟ مثلث متساوي الاضلاع بالاخضر، متساوي الاضلاع يعني الاضلاع ديالو كامله متقايسه. كيفاش كندير نعرف انه متساوي الاضلاع؟ كنجي نشد البركار ونبدا ندير هكا نعبر، هادي قد هادي، هادي قد هادي، وهادي قد هادي، هذا متساوي الاضلاع. وكيفاش كنديروا الاشاره بانه متساوي الاضلاع؟ هكا هكا بانه متساوي الاضلاع، باش نلونو بالخضر. نتاكد حتى هذا واش متساوي الاضلاع ولا لا. هادي ونجيبها هنا قد قد، هادي قد هادي، هادي قد هذا متساوي الاضلاع. شوف سبحان الله، هادي تانا متساوي الاضلاع. نشوفوا هذا، هذا باين لا، هذا يكون متساوي الساقين، هادي غتكون قد هادي وهادي قد هنيت، ولكن هادي لا. اذا هذا متساوي الساقين، اذا نديرو العلامه ديال التساوي، هادي تساوي هادي. اما هادو جميع اضلاع متقايسه. اذا قالك باش نلونو نلونو بالاخضر، بالاخضر متساوي الاضلاع. اذا ها هو هذا، كملوا له التلوان نتوما ديك الساعه. هذا وهذا، جميع الاضلاع ديالهم متقايسه يعني راحتو. جميع الاضلاع ديالهم متقايسه. ثم والمثلث متساوي الساقين بالاصفر، بالاصفر متساوي الساقين، هو هذا متساوي الساقين بالاصفر. واضح صافي هكا كملنا. وهذا مثلث عادي ما فيه حتى شي خاصيه. هكا كملنا صفحه 92 الى اللقاء.